ما عم بفهم عليكي شي. يلا جدبيها، قصدي على هذا الشبي اللي بجيب كراتين لهدول الشبان اللي ساكنين فوق. فكرك ما انتبهت انه عم تنظروا على بعض؟ بس انتو بتكونوا بغير دنيا فما بتنتبهولي. ما عم بفهم عليكي شي، اكيد مخربطة انتي. وليه؟ انا لما كنت بعمرك كنا انا وجوزي الله يرحمه الاولاني عاملين السبعة وزمتها. استفادي مني ولك هبلة؟ حكيلي بفيدك احسن ما بكرة يعمل لك شي ويهرب. بسام آدمي ماله هيك وبعدين بيحبني. ها ها، الاعتراف سيد الأدلة. اللي لي صار شي بيناتكم؟ شو بده يصير بيناتنا؟ ما تحكي معي هيك. إيه لك، أنا مقضينا حب شبابيك وحب الوما؟ لا نحكي يعني عادي بنحكي. شو بتحكوا؟ بيسألني عني، بيسألني عن أهلي، بيحكي لي عنه وهيك. وعدني ياخذني معه على الميتور يفرجيني روشة وبيروت، بس بيجوز ما يصح لنا. يلا حتى ما يصح لكم. شلون بدي غيب عن الغرفة؟ شو بدي إلا لأمي؟ أنت كتير جاي عبالك شو حيوعه؟ كتير 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 جاي عبالي شوف الروشة والحمرة. أنا مزبط لك ياها. عن جد عم تحكي؟